أعلنت وزارة الاقتصاد عن عزمها إيقاع جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023 بشأن رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، حيث تم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بما لا يقل عن 10,000 درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200,000 درهم في حال تكرار المخالفة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المخالفات خلال الأيام المقبلة. تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 0.5 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، والتي أوضحت أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.3% من 493.880 مليار درهم خلال ديسمبر 2022 إلى 500.510 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6,630,000,000 درهم. أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن إبرامها لاتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. ستقوم بموجبها الشركة بتغذية شبكة الهيئة بالمياه المحلاة الصالحة للشرب عبر نقاط محددة وبكميات مقدرة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الترابط الاستراتيجي لأنظمة المياه على مستوى الدولة بالتماشي مع أهداف استراتيجية الدولة للأمن المائي 2036.